السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. في توقعات لسباق الخيول اليوم، مساء اليوم، اللي غيكون في البوغ نوشي لابول، اللي غيكون في البيس صابل فيبر، اللي غيكون كذلك عند الخيول ديال العامين ما بين لي هونغر ولي مال ولي فيمل. على كل حال، حاليا تنشوفوا ان ستارز اوفال رقم جوج هو الكرون فافوري ديال ماتيو باغاتي، روزاريو مانيون هو الراكب ديالو، وكاين المنافس ديالو هو الطروه مراود، كذلك راه منافس للرقم جوج، وكاين العشرة فاست فلاوينغ ديال دون توارت مادموزيل مولينز، كاين الرقم 14 اللي غيكون عند مادموزيل فالزاكار، وكاين الكات، وكاين السيس، وهي غدا عند السبعة والخمسة كيكونوا الأونز والآن والناف والطريز، غيكون في الأوتسايدر مول ويت، وآخر عود هو الدوز ديال بياتوليني. على كل حال إخواني الكرام، الخيول ديال العامين هي هذه. بالنسبة للبرونوستيك ديال الصحافة، 10 جوج ستار زوفال اللي جاي لنا من تيران وكدار لنا لابلاس، والعشرة جاي لنا من ريكلامي اللي الجوج كما غادي تشوفوا جاي لنا من نفس الكاتيجوري 1712 بلاس، وكان جاي لنا من سان كلود في 27 مليون، وكذلك كان عنده الريكلامي وكان دار اول كورسه ديالو في التيران وكان حصل على 12 بلاس، كان حصل على 12 بلاس وكان مشى ب 3.8 وكان غيركب عليه دابا اظن روزاريو مانيون، من بعد مشى عليه تيو باسيون. العود اللي دار 12 هو رقم 3، كان مشى ب 10 3، وكذلك الا كان دار 5 في كور دا 7 في 59 كيلو مشى 12، وكذلك الاونز كان دار 7. هادو هما اربع ديال الخيول ديال التيران اللي جراو لينا في التيران في الهونديكاب، يعني في ريفيرونس 24. الخيول اللي داخله عليها كاين الرقم 3 مراود، وقيل راه مشى معاهم رقم 3 على ما اظن، تروازيام، وكان عنده تروازيام في الكونديسيون، كانت عنده تروازيام في الكونديسيون. هيغو لوبوك ب 34 باش كان مشى، غيمشي عليه اليكس روسيل. يعني غتكون واحد المنافسه ما بين هاد الخيول الفافوريه المرشحه. والعشرة بالنسبه للرقم 10 غادي يكون عاود جاي لنا من ريكلامي في السانكلود، جوج كورسات على ما اظن في السانكلود في الكومبين في 19000 اورو، عنده ليون كان دار 5 في الكونديسيون، غيدخل في البروميير هونديكام هو والرقم 5. الخمسه راه دار المفاجاه ديالو، وكان حتى هو يدخل في البروميير هونديكام 16000 اورو 2700، كان دا نحصل على 12 بلاص في بروميير هونديكام، كان مشى ب 54، خلاو ليه 54 ديالو، كان مشى معاه الرقم 7 حتى هو يدخل في البروميير هونديكام. على كل حال، بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا، بالنسبه لاربعه الخيل اللي ربما غادي يطلع فيهم جوج، ربما كاين الدو والطروا نورمالمون، كاين الخمسه والواحد، الخمسه والواحد، دونك هاد الاربعه ديال الخيل يقدروا يجيو جوج، يقدروا يجيو ثلاثه، هذا ما كانوا، كيبقى داك السيس كعود اضافي، واختارينا الرقم 7 لا دولواز في الاوتسايدر، والماركويز فيغا رقم 13 توا ديال ليدوفيك غودبان، توا من احسن لي زونترينور توا اختاريناه. هادو هما لي زوتسايدر اللي حنا اختاريناهم، يعني الطريز والسات، ربما السات غيدخل توا في البروميير هونديكاب على ما اظن. بروميير هونديكاب دار لينا نو بلاسي في التيران اللي كانت عنده ديك لارونتري، وكان ربما كان مرشح على رقم 5. هادشي اللي كاين الخوت بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا. عندنا 3 10 2 1 5 7 6 13، يعني لي زوتسايدر ديال لاكورس كاين 7 و 13. بالنسبه ل 3 2 1 5 ما غايجيوش كاملين هاد الاربعه ديال الخيول، الا كانت فافوريك بحال الكانتي ديال اليوم راه يقدروا يجيو باربعه، وتزاد معاهم شي عاود ما بين 10 7 16 6 13. هذا ما كان اخوتي. اما الا كانت شويه ديفيسيل راه غادي يتخلاو على بعض الخيول اللي تقدر ما تجيش، وغالبا الكوردة الكبيرة كتلقى صعوبات، الكوردة الكبيرة راه كتلقى صعوبات في التيران. نشوفوا الكوردة الكبيرة شكون اللي فيها، الكوردة الكبيرة شكون اللي غيقدر يكون فيها، غيكون فيها الخمسة اللي غيكون عندو كوردة 13 والواحد كوردة 10. بالنسبة للولين غيكونوا فقط خيول غتكون عند الكوردة الصغيرة، الفافوريين كاملين غتكون عند الكوردة الصغيرة. الكوردة الكبيرة نوعا ما ماشي ما كتجيش، وإنما كتلقى واحد الصعوبات، تقدر تفيني
ودي بالنسبة للبروميير هانديكاب الإخوان اللي غادي يكونوا فيها مجموعة ديال الخيول، يعني فيها الربعة بروميير هانديكاب والخمسة والسبعة والعشرة والاثناش والأربعتاش. بالنسبة للأربعتاش هذا عاود ديال جون لوك بيليتون، عنده ثلاثة ديال الكورسات منين جاي لينا من الكونديسيون، وغيكون مرشح مع فريدا فالساكا. المهم اخوتي هذه هي لا سيليكسيون اللي عندي، ربما عطيني 3 2 1 5 نورمالمون غيطلعوا جوج في لاباز، يعني جوج في لاباز، حتى دو 10 راه ما غاديش يكونوا بجوج 100%، هذا ما كان الا كانت الكورسه فافوري. هادشي اللي كاين خوتي، دمتم في رعايه الله وحده، ومع السلامه.